دائرتنا دائرة أحوال الموصل الأيمن بإصدار هويات الأحوال المدنية لجميع المواطنين الكرام، ويقوم المواطن باستلام الهوية بنفس اليوم مع صور القيود كذلك. وقمنا كدائرة أحوال الموصل الأيمن بتذليل كافة الصعوبات التي كانت تواجه المواطن، حيث قمنا بإصدار هويات الأحوال المدنية لهم التي تتعلق بكافة أمورهم التي يحتاجونها للناس. كذلك صور القيود وخاصة للمحاكم كانت قمنا بإيصالها للمحكمة بنفس اليوم، وخاصة القسامات الشرعية التي كانت طبعا هي عن طريق البريد الرسمي، فقمنا بتخويل منتسب من دائرتنا لإيصالها مباشرة إلى المحكمة حتى التخفيف للناس لاختصار للوقت لهم. ونحن مقبلين إلى مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، حيث تقوم دائرتنا ومنتسبينا بنقل كافة المتغيرات للمواطنين عندما كانت الدائرة تعمل بنظام الصفحة، حيث كانت جميع السجلات محروقة من قبل عصابات داعش الإرهابية. حاليا يقوم كافة منتسبينا بنقل جميع المتغيرات لتهيئة الأمور من حيث البناية ومن حيث السجلات لتهيئتها لنظام مشروع البطاقة الوطنية لدائرتنا، وإن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله ستباشر دائرتنا بمشروع البطاقة الوطنية. تعاون المديرية العامة في بعض الشؤون، تعاونهم كل جيد وداعمين لنا. نوجه شكرنا وتقديرنا للسيد اللواء نشأة المدير العام، كذلك الشكر موصول للواء العميد خالد مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في نينوى في متابعته الحثيثة وتوجيهاته لغرض إصدار وإكمال مشروع البطاقة الوطنية في الجانب الأيمن في دائرتنا. إن شاء الله عندما تكمل الأمور اللوجستية و البناية كذلك إكمال البناية إن شاء الله سنباشر في مشروع البطاقة الوطنية. طيب سيادة العميد، إذا كان هناك نية في المشروع الوطني، بطاقة المشروع الوطني، نعم، لماذا إصدار الهويات؟ حاليا المواطنين يحتاجون الهويات، كافة المواطنين تحتاج جميع الهويات اللي في المدارس، اللي في الدوائر الرسمية وغير الرسمية، الزواجات، الطلاقات، كلها تحتاج، فلابد أنه ما نتوقف أبدا في إصدار الهويات الأحوال المدنية.